يا هلا مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم يا ربع؟ اول شيء الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح. الله يعطيكم العافيه. شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم موضوع يا جماعه عن الامعاء، عن مشاكل الامعاء. امراض ثانيه مو مشكله، راح نتكلم عنها ولكن بوقت ثاني. يا جماعه مش اليوم موضوعنا عن الامعاء، اي شيء يخص الامعاء بالعكس خلينا نسولف فيه ونقول اشياء مفيده. خلينا نشوف شنو السؤال عن الامعاء. كم الحزيات الحيوانات المنويه؟ مو مشكله، سامحوني. هلا والله، هلا عبد الله، هلا عبد الله فرحان، حياك الله. خلينا ننطر بس الشباب يجون والبنات يجون ونبلش مواضيعنا ان شاء الله. يا هلا في، مرحبا، يا هلا فيكم. طارق، نوره، اهلا وسهلا. ابله صبريه، فلفل كبريت، ويلكم. اهلا وسهلا طارق. بجدم شويه او اسحب هذا. حلو، شنو سؤالكم يا جماعه عن الامعاء؟ انا حاضر. ترشح الامعاء شلون عالجه؟ اول شيء شنو الدليل ان عندها ان انت عندك ترشح؟ لانه ما في فحص، كلها افتراضيات، انه يشوفون اعراض وامراض عندك يقولون ترشح. شنو نسوي اذا كان ترشح؟ واذا مو كان ترشح احنا راح نمشي بنظام جدا سهل، راح نستخدم الجلوتامين 3 مرات كل لمدة 10 ايام، وراح نستخدم خضروات على البخار لمدة 7 ايام. عاد تحمل. ليش قلنا خضروات على البخار؟ لان انت عندك مشاكل بالامعاء، فما نبي الخضروات تاكلها من غير بخار. الخضروات هذه فيها الياف فتمتص ماء اللي بالامعاء، فراح تسوي تشنجات ومساك. زائد شنو ندخل؟ زائد ندخل شاي عرقسوس، ندخل شاي عرقسوس. زائد ندخل يا جماعه، هذا حفظوها، ها، اي شخص يعاني من تغرحات، من ترشحات، يدخل زنك صيغه كاروسين. كاروسين، اوكي، زنك كاروسين، واضح؟ مو اي زنك عادي، لان هذا الزنك له دور فعال بتصليح الامعاء، واضح؟ شنو حل اصوات البطن؟ اصوات البطن في تشنجات وفي هواء، هذا اللي يطلع الصوت. قد يكون نقص المغنيسيوم، قد يكون نقص البوتاسيوم. اذا نقص بوتاسيوم ومغنيسيوم ناكل خضروات خلاص. انزين انا ما احب الخضره، خلاص تضطر تاخذهم، تاخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم كتابلت. تنظيف الغالون، نفس ما قلت، تنظيف الغالون نحتاج نظام لمدة 7 ايام، ناكل خضروات على البخار، بعد ما ناكل خضروات على البخار نشرب شاي عرقسوس، ناخذ الكولاجين، ناخذ الجلوتامين. بعد 7 ايام هذه التنظيف ندخل البكتيريا النافعة، ويكون افضل اول 5 ايام على الريج وبالليل، بعد 5 ايام خلاص نخليها على الريج. فطريات بالامعاء، فطريات فطريات، ما يمكن قد يكون صج بس انا ما طلعت انه في فطريات بالامعاء. ناخذ يا جماعه زيت الاورجانو كتابلت، هذا بعد لا تقول لي لا فطريات ولا بكتيريا، قاتل من الدرجه الاولى، بس ترى حار على الجسم، اوكي؟ انزين، كل ما اشرب خلط تفاح يصير فيني حساسيه وجفاف ووجهي يتغير بخير. شوف، لازم اذا يصير فيك كذي لازم تاخذ شيء اسمه كوارستين. يا جماعه خلط تفاح يحفز لنا الهستامين، يحفزه. فشوف شنو الاكلات اللي انت ماكلهم فيهم هستامين. ما ادري، ما اعرفك انا، يمكن ماكل مثلا فواكه قبلها، ماكل مثلا منتجات البان وجبان، هي ترفع الهستامين. بعدها انت كل ما تاكل انت دايخ نايم. ليش الناس هاجمتك على موضوع؟ على موضوع شنو هاجمتني؟ في اشارات تدل ان امتصاص المعادن ضعيف. اكيد الاشارات اعراضك، واحد مثلا ياخذ فيتامين اي وجلده للحين ناشف، يعني معناته جسمه ما امتص اي. ما ادري ابيها. انا عندي انزين. الامعاء اذا بعالج ثواني، الامعاء اذا بعالج كم يبي لها؟ شهر، ما يمكن اقل من شهر اذا تنتظم تمشي بنظام الامعاء تتعالج. شنو حل البواسير؟ كيتو، يعني والله انا قايل حلقتي اليوم عن الامعاء،
الحين رحنا بواسير. انزيمات الهاضمه ممتازه جدا يا جماعه، ركز معي، شوف ركز معي. متى تاخذ انزيمات هاضمه؟ مثلا انت تلعب بنادي عندك فوق الخمس وجبات، فوق الاربع وجبات، خلاص الانزيمات اللي عندك خلاص بح، فني تدخل انزيمات هاضمه. بعد متى ادخل انزيمات هاضمه؟ اذا بخربط بالاكل. انا يا جماعه البوفيهات ما احبها، تدرون ليش؟ البوفيه كليت 10 دقايق ابي مشاوي، طقيت مشاوي، والله البشاميل اشوف واحد قاعد يمي حاط له نغانق، اطق اطق، فاسوي لوية بالاكل، فهني دخلت اكثر من نوع من الاكل، هني احتاج انزيمات هاضمه. واضح؟ وزني 170 كيلو تنصحني؟ اكيد يعني اذا يعني انت بدأ مواصل 170 يعني لا سويت دايت ولا اهتميت حق اكلك ولا شيء سويت، فانت ما يصلح لك الا مونجارو. تبلش باثنينه بعدها خمسه وامورك طيبه. الفيب مضر، يرفع الانسولين ويخرب انزيمات الحلج لانه فيه السكر. خلو التفاح كافي لزياده حمض المعده؟ ايه كافي، شلون مو كافي؟ الحصب الحائر هذا عصب يطلع من الامعاء ياثر على الدماغ، ومن الدماغ ياثر على الامعاء. من افضل الاشياء ناخذ الكولين وناخذ بكتيريا نافعه. الكولين هو اللي يعزز الاعصاب، وهذا عصب اسمه عصب حائر. لا لا تستخدم خلط تفاح كل يوم، يعني اذا شفت الاكل وايد لوية طق خلط تفاح. يعني مثلا انا اليوم باكل سلطه، ليش اكل خلط تفاح؟ لان اكلي زين. يا جماعة أنا مو وايد أطلع لايف، فما أدري شلون ما شاء الله عليهم يلحقون على الكومنتات، أحاول ألحق على واحد واحد ما أقدر، واللي طوفت الكومنت ماله سامحني لأن تشيل الكومنتات قاعد تصير. كيف نخفي البطن؟ ألبس دشداشة رياضة، خف أكلك، دايت، معدة، رياضة. يا جماعة بس كتبوا لي باختصار السؤال، لا يكون طويل، ما راح أقدر أقرأ كله، على الأقل القطة يعني. عطنا أكثر دايت صحي وسريع إن شاء الله بحلقة الدايت، حاضر راح أتكلم. ما لها أثار جانبية الإنزيمات الهاضمة؟ لا اسمها إنزيمات هاضمة. من وين يجيب الإنزيمات الهاضمة؟ في على شكل مكمل ديجاستيف اسمه إنزيمات هاضمة. عادي باكر أنزل حلقة الدايت اللي بعده اللي بعده. ثانك يو أم أم أم، ثانك يو على الوردة يا وردة. اسباب تليف الرحم، والله ودي اجاوبكم بس اليوم حلقتي عن شو اسمه، عن هذا، عن جهاز الهضمي. مريم العازميه ثانك يو، ما قصرت، شكرا على الورده. كيف نتخلص من جماعه صقر الفضلي؟ شكرا لك حبيبي في صقر. الامساك المزمن، دخلي مغنيسيوم سترات وبوتاسيوم سترات، حفظوهم، مغنيسيوم سترات وبوتاسيوم سترات. صلى الله على النبي، اللهم صل وسلم عليه. اخ كيف اتخلص من جسم من جسمي؟ كورتيزون راح يطلع من الجسم خلاص بعد فتره. هل في علاج الغالون التغرحي؟ اي فيه يا جماعه، الغالون التغرحي ناخذ زنك كروسينين وناخذ جلوتامين ثلاث مرات باليوم، ونوخر عن كل شيء حمضي، اي شيء حمضي، فواكه، منتجات، البان، اجمام، ونخلي لمده 6 ايام اكلنا فقط على البخار، فقط اي خضروات على البخار بس خلاص. اصلا حتى لو ما دخلنا الامعاء هي تعالج نفسها، بس شنو اللي يمنع ان احنا قاعد ندخل اكل سيء يصير البناء مال الامعاء بطيء جدا، فاحنا شنو نعزز البناء ما نقوم نهدمه، فأساس شي خضروات على البخار ناخذ. الموتى الله يعطيك الله يعافيك. عندي مصران، ما فهمت سؤالك، شنو برجك؟ بلشنا بالأبراج صح؟ ساعتك نار، شكرا شكرا. كاسيو هذه، كيف نتخلص من التهاب الأمعاء؟ توني جاوبت يا جماعة، ناخذ جلوتامين. والله لو في مشرف وياي يا جماعه، اي احد يعرف حق التيك توك عدل تكفى تواصل معي،
بس علمني شلون اسوي مشرف، حط لي واحد يساعدني على الاقل المعلومات اللي اكتبهم هو يكتبهم، انا بعيد عني تلفون. فيا ريت اي حد يعرف بالتيك توك عدل بتفاصيله استفسر منه وراح اضبط بشرتك. حاضر. احسن شيء اللي ترهل البشره، والله ودي اجاوب، والله ودي اقول كولاجين، ودي اقول نحاس، بس بحلقه ان شاء الله. شنو سبب رفع اذا البوتاسيوم مرتفع بزياده؟ شنو يا جماعه ركزوا في شيء، والله يعني مو الكل يقول لكم اياه. البوتاسيوم اذا زاد بالجسم يعني شنو معناتها؟ يعني معناتها ان في شيء بالجسم، ثانك يو، شلون عرفتي؟ في شيء بالجسم مو قاعد ياخذ البوتاسيوم. ركز، اذا شفت، ما تدري بكم بالمستقبل يطلع لك، اذا شفت البوتاسيوم عالي، ليش عالي وما لقيت سبب؟ ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اذا لقيت البوتاسيوم عالي، شكرا شكرا كربونش على القلب. اذا لقيت بوتاسيوم عالي وما لقيت حل، ما حد يدري والحين عالي، حط ببالك ان عندك مقاومه انسولين. يعني شنو مقاومه انسولين؟ يعني من اللي يودي البوتاسيوم بالخلايا؟ ركز، هذه المعلومه لازم تعرفها، لازم، والله ما حد يقول لكم اياها. شفت البوتاسيوم؟ في شيء هو اللي ياخذ بوتاسيوم يقطه داخل الخلايا. الحين احنا مو عندنا الانسولين، هو يشيل السكر يقطه داخل الخلايا. الانسولين الله خالقه كذي. من يشيل البوتاسيوم يقطه داخل الخلايا؟ الانسولين. يعني لحظه، شنو؟ ليش بوتاسيوم عالي؟ يعني عندك مقاومه انسولين، يعني الانسولين اللي عندك مو قاعد ياخذ البوتاسيوم يدخله داخل الخلايا. هل ضعف بالبنكرياس مو قاعد يفرز انسولين بكفاءه، او ضعف مستقبلات الانسولين؟ يا هذا يا هذا، واضح؟ القولون التقرحي عند الاطفال، شوف عند الاطفال ضروري جدا، يعني لازم يمشون بنظام، يعني لازم تمشي مع واحد. ممكن اعطيك انا اشياء عامه، مثلا الجلوتامين ضروري جدا يوخرون عن منتجات الالبان والاجبان لانها مضيه حيل، يوخرون عن الفواكه. نعطيهم كولاجين، ما ادري اذا في متخصص حق الاطفال او لا، نعطيهم جل الصبار، صلح تقرحاتهم كلها. شنو سبب الحارج بما انه بالجهاز الهضمي؟ شوفوا يا جماعه، خل اقول لكم، اوكي؟ سبب الحارج مو مشكله، حتى لو انت قاعد تكتب لي كومنت ركز معي لانه موضوع وايد حلو ترى، والله في معلومه بقولها. سبب الحارج يا جماعه، ركز ركز، هذه المعده، هذا المريض، اوكي؟ هذا هو كهل بالضبط، هذا هذه المعده، اوكي؟ في عندنا صمام هني، هذا صمام. اذا احنا كل يوم احنا ناكل، الاكل يطلع لفوق والحمض يصعد، ولكن ما يصعد لهني. ليش؟ لان في صمام يسكر، ما يخلي الحمض يطلع له برا. واضح واضح. شلون يصير فينا حارج؟ ركز، الحمض كعادته كل يوم يطلع، الصمام ما سكر، خلى الحمض يصعد. ليش الصمام ما سكر؟ هذا اللي ابيك تعرفه. الصمام هذا يسكر على حمض معده قوي، يعني الصمام هذا، السلام عليكم، السلام، انا اسكر على حمض معده اذا يالي واحد، يعني قوة الحمض إذا حاشت الصمام ورقمها واحد هذا يسكر. زين، وإذا رقمها خمسة ستة ما راح يسكر. يعني شو اللي يستفيده؟ اللي يستفيده يحوشك حارج ارتجاع، يعني حمض معدتك مو قوي، فلازم تقوي حمض المعدة. شو اللي خرب حمض المعدة؟ أكلك السيء يا أخي، قاعد تخربط، ما تنام عدل، ممكن ما تسوي رياضة، واحدة من الثنتين في شيء غلط أنت قاعد تسوي، تعصب تغلق. يمكن مرة واحد يا جماعة كلمني، قلت له أنت أكلك سيء؟ يقول لي لا، رياضي، تخيلوا، وينام مبكر ويسوي كل شيء. احترت فيه، بعدين اكتشفت شنو؟ يا أخي ريال وايد يزعل، عصبي وسواسي، يفكر يقطع بجسمه. زين، شو علاقة العصبية بالحارج؟ كل ما يرتفع الكورتيزول، الكورتيزول ايش راح يسوي؟ راح يقلل من حمض المعدة، وراح شنو؟ راح يأذي الأعصاب. احنا مو قلنا في صمام؟ احنا مو قلنا في صمام؟ الكورتيزول يأثر على الصمامات كلها، زائد يقلل حمض المعدة، فالحمض يطلع يسوي حارج. طبعا من افضل الاشياء ملعقتين من خل التفاح العضوي. لما نروح الجمعية يا جماعة، انا كل يوم بالجمعية، والله حتى مدير الجمعية يمكن يطردني، كل شوي ماسك خل التفاح ومنزله وما اشتريه. زين، بس اصور خل التفاح، اهم شيء ناخذه يكون قامج، ولما نلف العلبة تحتها شوائب، شيء نفس الشوائب كنا وسخ، هذا 100%، هذا خل التفاح. زين، شو نسوي؟ ناخذه نحط ملعقتين على كوب ماي، ونزيد ماي، ونحط عود،
ليش نحط عود؟ لان خلط التفاح لا يخرب اسنانكم. نحط عود ومرنا طيبه. بس قبل الوجبه، قبل وجبه الغداء لان تكون اثقل وجبه، نبي شيء يسد الشهيه. شوف موضوع سد الشهيه يعني نقدر انا شنو سويت قبل؟ بسد شهيتي. طبعا الحين اللي يسد الشهيه يا جماعه ابر المنجارو، هذه يعني وعلى فكره لها فوائد بالجسم، ها راح اسوي لها حلقه. ابر المنجارو تقوم تضبط البنكرياس وتزيد خلايا بيتا والفا، في لها موضوع بعدين يا جماعه. عشان تزد الشهيه لازم تعطي سعرات حراريه عاليه عشان الجسم يسكت. عشان شوفوا في رساله توصل من الامعاء الى الدماغ تقول انا شبعت انا يعت. شو اسم الاشاره هذه؟ اسمها لابتن. اكتبها الله يخليك احفظها، لابتن احفظها، لبن لام لابتن. هذه الاشاره اذا وصلت حق المخ تقول انا شبعان، هني انت ما تاكل. واذا الاشاره هذه ما وصلت الظل لحين الاشاره ما وصلت، فالظل انت يعان، نفس اللي ياكلون يخلصون انا يعان، خصوصا اللي ياكلون سكريات، لان الرساله هذه ما وصلت. المنجارو وربعها تلعب على هذا الموضوع، ان تخلي الاشاره كذي ان انت عادي. يعني قبل شنو اسوي يا جماعه؟ اي واحد عنده سمنه مو يبي ياخذ منجارو ولا راضي يضبط اكله شنو يسوي؟ ركز معي. ثانك يو. شنو يسوي؟ شوف ركز، ها اول ما تقوم الصبح يا جماعه حق المكرشين، والله شيء هذا يفيدكم ترى. اول ما تقوم الصبح تجيب كوب قهوه امريكيه، واضح تقوم تجيب قطعه زبده، تروحون شفتوا الزبده اللي ثانك يو كربونج، ثانك يو الاماراتي حبيبي. تقومون دبله، تقوم تروح الجمعيه تجيب زبده، اي زبده الصغيره، شفتوا لما نروح الطياره يعطونا زبده اللي ما ناكلها، زبده نجيب الزبده هذه ناخذها نقطعها. ثانك يو كربونج، ثانك يو الاماراتي حبيبي، اعطيتونا ايس كريم انا مسوي دايت وزرع مش بوز دياي هذا الكراسون. انزين نجيب الزبده داخل كوب القهوه الامريكيه ونحط ملعقه صغيره قرفه اللي هو دارسين نسميه، تشرب لك واحد والله راح يسكر يوعك من الصبح للغدا. وحسيت الغدا عيدها قبل الغدا، طول اليوم يمكن ما راح تاكل، سعرات حراريه جدا عاليه والزبده طبعا مفيده والقهوه مفيده، واضح؟ علاج فطريات الامعاء قلنا من افضل الاشياء ناخذ مكمل الاوريجانو، بعد 5 ايام بعد ما الامور تصير تتحسن تصير زينه ندخل بكتيريا نافعه. شنو عندنا؟ سبب التهاب المعده يا جماعه، سبب التهاب المعده وايد اسباب. اول سبب ركز، شوف الاكل السيء. زين ليش بطيء بالشفاء؟ لانه ما تنام عدل. ايش علاقه النوم؟ النوم هو البناء. لما انت تنام تقول حق الجسم يلا ابن يلا رمم يلا سو، زين انا ما نام البناء راح يصير جدا بطيء. جماعه اليوم موضوعنا عن الامعاء. شو رايك في الكولستروم؟ اكيد زين، خصوصا حق وحده يعني والده قيصريه ضروري عيالها ياخذون الكولستروم، موجود هو بحليب الام واذا ما ترضع عدل. يعني بعد الاكل غالون ينتفخ وصداع، هذا طبيعي. شنو تسوي؟ ركزوا يا جماعه، خل اقول لكم شيء وايد مهم، هذا شيء اكتسبته من خبره فوق 15 سنه. ركز، احنا وايد نعاني من الاكل ورفيجك ما يعاني من الاكل اللي انت تاكله. رفيجتك تاكل معكروني اوكي، انت تاكلين تعورين. يا جماعه الامعاء ندخلها اكل، اذا اكل معاجبها هي تتكلم. انت متزوج صح؟ انت متزوجه، كان عندك صديق، عندك صديقه، اذا تضايق صديق شنو يقول لك؟ ترى زعلان منك لانك انت ضايقني. يتحكى يعني يقول ايه تقول امعاك، تقول اذا تضايقت تقول هذا الاكل مو عاجبني، لا تدخل هالاكل، هذا مو غصب يا اخي، مو تقثه، لا تاكل هذا النوع من الاكل. يعني شو ما كل لهوة؟ الله خلق ملايين، كل نعم الله شكثرها، لا تاكل الاكل هذا، جرب 5 ايام 6 ايام رد ارجع اخذه، يمكن المعده
بالوقت الحالي مو متهيئ حق النوع هذا يا اخي، ما تبي يا اخي، مو خصب، مو خصب لا حقها لا شسب. ما تبي، ما مو خصب، ما تبي، هي ودها بس مو انت يعني واحد ثاني ما تبي لمعة، ما تبي، استغفر الله، ما تبي. يعني شنو نسوي؟ لا تخلط بالاكل وايد، يعني لا تدخل وايد اكلات، لا تروح بوفيهات وايد عساس بلاش، لا تروح صحن هالكثره، لا تسوي كذي. اوكي عليك بالعافيه بس مو زين، راح يخرب بشرتك، راح يخرب جسمك، راح يخرب دنيتك. لا تسوي لويه بالاكل، اذا سويت لويه بالاكل بنعرف من اللي ضرك فيهم، ما ندري. فاصوليا على ايس كريم، فاصوليا او ايس كريم يلعن بطنك. لا تخربط بالاكل، نوع واحد ايش دي هاي، نوع نوعين ثلاثه، تبي تنوع زين، ريوق غدا عشاء، مو كله مع بعض، ايه عيش مطفوق، اثقل 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 اثقل. فعرفنا شلون يا جماعه، دائما نهتم نشوف شنو اللي يعور جسمنا. خل اقول لكم سالفه صارت معي، عندي واحد من اليهال، بطني بطني بطني، ايش فيك؟ ما فيني شيء. قال تو بطني، كل يوم بطني 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 بطني. قلت انا علمه، راح اقثه شويه بس بسيط، من اللي قاعد ياذي بطنه؟ منو منو منو؟ ركز معك. اعطيته اكل معين، ما في شيء، طول اليوم اكل معين بس اعطيته ما في شيء. باكر اعطيته اكل ثاني، ما في شيء. يوم الثالث من اول وجبه، بطني بطني، تعال كان اصيده. معنى والله لو اقول لكم الاكله هذه يعني طبيعيه بس اذت جسمه، يعني في مشكله، او ممكن الامعاء لحم ومتهيئه حق نوع الاكل هذا او فيها اضطراب. وخرت الاكل هذا، اعطيته بكتيريا نافعه، يوم يومين ثلاثه كان رد للاكل، اموره طيبه، ما في هذا، بطني بطني ما في. واضح؟ كسل الامعاء وعسر الهضم. من نسمع عن كسل الامعاء، يعني شوفوا يا جماعه بقول لكم شيء، انزين شوف بقول لكم شيء، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا، تكفى اخوي الغالي اختي الغالي، بقول شيء تكفى كتبه. عندك تليفون ثاني؟ بوليت خاشه في اكتب كتبي، الله يخليك. شوف ثلاث اشياء هذه لا تنساها، والله العظيم اذا حفظتها راح تفهم الامعاء شلون تمشي. تكفى ركز عليهم، ركز بس ركز، اوكي اكتبهم اكتبهم، سهلين وراح اعيدهم مليون مره. ركز معي، الامعاء تبي اهم ثلاث اشياء، اعيد، شكرا شكرا S3. الامعاء تبي ثلاث اشياء. اول شيء الصوت واضح، صوت واضح يا جماعة عشان بقول شيء مهم جدا وبعدين نسولف عادي. Thank you. حلو ركز، ها تكفى تكفى اكتبهم اكتبهم، تكفى احفظهم. شوف لمعاء تبي اهم ثلاث اشياء، شنو هما؟ اذا وفرت لها الثلاث اشياء بالمستقبل ما راح يحوشك مساك، انتفاخات، مشاكل بالجهاز الهضمي، قلق، توتر. لمعاء اذا ما وفرت لها الثلاث اشياء هذول تقول لك باي باي، تقوم يصير خراب كله. اللي عند رقم واحد وليش، واضح؟ عشان لا احد يسالك او انت تبي تشرح احد تقول له ليش اذا يسالك. رقم واحد البوتاسيوم، حلو. ليش؟ ركز على كلمه ليش، انا اللي يهمني ابي تعرف شنو يسوي، مو اسم خلاص بوتاسيوم، لا. البوتاسيوم يسوي الحركه الدوديه، هذا واحد حفظناه. البوتاسيوم شو يسوي؟ يسوي الحركة الدودية، يعني يحرك الأمعاء. طول ما عندك بوتاسيوم ونقص المغنيسيوم راح تسمع أصوات وق 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 وق. شنو الأصوات؟ لأن الأمعاء قاعد تحرك، واضح واضح. قلنا شو البوتاسيوم شنو يسوي؟ ركز، البوتاسيوم يسوي حركة دودية حق الأمعاء، واضح؟ الأمعاء لازم تصير دودية، لأن شلون تنزل فضلاتك؟ شلون لما تأكل الكباب الكبرى؟ شلون؟ شلون كبير وايد، شلون شلون يروح؟ البوتاسيوم، البوتاسيوم هو اللي يسوي حركة دودية حق الامعاء وبعدها تخلص الموضوع. حلو رقم اثنين، ركز على رقم اثنين، والموضوع ترى ما في غشمرة. قلنا البوتاسيوم شنو يسوي؟ الحركة الدودية، جيد خلصنا. رقم اثنين المغنيسيوم، ركز على المغنيسيوم. المغنيسيوم شنو يسوي؟ يرخي الامعاء، حفظنا. قلنا البوتاسيوم شنو يسوي؟ سهل حفظته، يسوي الحركه الدوديه. طول ما الامعاء فيها حركه دوديه
انسى يحوشك قلق، توتر، عصب الحائر، العصب النايم، الصاحي، المينون، ما فيها الاشياء هذه كلها. رقم 2 شنو قلنا؟ المغنيسيوم، مو اي مغنيسيوم، اذا بناخذه تابلت مغنيسيوم سترات او ناكل خضروات وايد. المغنيسيوم شو يسوي؟ يرخي الامعاء. يعني شنو كسبنا الحين؟ كسبنا عندنا بالامعاء حركه دوديه زائد الامعاء مرتخيه. قبل كان شنو يصير فينا؟ في حركه دوديه بس ولكن الامعاء متشنجة عشان شي يصير اصوات. الحين الامعاء على كيفك، شنو فيها؟ بوتاسيوم، الحركه الدوديه، المغنيسيوم، يرخي الامعاء. كذي خلصنا. بقى اخر واحد، اخر واحد وهذا ضروري جدا، املاح المراره. هذا شنو املاح المراره؟ ركز معي، سمعوا هالسالفه. قبل يا جماعه الناس اللي عندهم حصوات بالمراره او التهاب بالمراره شنو ياخذون؟ ياخذون املاح المراره، لان مرارتهم واقفه. من وين ياخذونها؟ ياخذونها من الدببه. اي الدب هذا، خخ دب دب وايد كذي. شنو قام يسوون؟ قام يصيدون الدب وياخذون المراره مالته لان فيها عصاره. فبعدين لا، قالوا مسخره، ماكو دببه، حتى بالالعاب يمكن ماكو، شالعين بطنهم طالعين الاسفنج، ماكو. فصارت ضجه ولويه. شنو سووا الشركات؟ قال لحظه، ليش انا اروح اذبح دب عشان اطلع مرارته؟ اسوي لي مركب مشابه حق املاح المراره، وسموه شنو؟ املاح المراره، او سموه دوتكا. دش اي هير امازون راح تلقى املاح المراره دوتكا. سوى انزين حلو. املاح المراره شنو يسوي؟ ركز، املاح المراره هو صابون الامعاء. هو شنو؟ صابون الامعاء. يلا نعيد، الامعاء تبي ثلاث اشياء. ايه اول واحد شنو؟ شنو يسوي؟ حركه الامعاء. حلو. رقم 2 شنو؟ ما مغنيسيوم. شو يسوي؟ يرخي الامعاء. رقم 3 املاح المراره شنو تسوي؟ صابون الامعاء، يعني ضم بسرعه. واضح يا جماعه؟ اذا وفرت الثلاث اشياء هذه حق امعائك من سابع المستحيلات عندك انت مشاكل بحمض المعده، قصدي عندك مشاكل انت بالجهاز الهضمي. واضح يا جماعه؟ هذه اهم ثلاث اشياء. ناصر دشيت الصف متاخر. المهم اذا يا جماعه بس احد يعلمني الحين، اذا سكرت اللايف ينحفظ ولا خلاص يروح ولا يصير على هيئه فيديو؟ عشان ودي انزله، يعني يمكن وايد ناس طافها اشياء. ما حد قاعد يكتب لي، ما في ينحفظ. اوكي تمام، يروح ما يروح، شو ينحفظ ولا يروح؟ شو مو مشكله، عادي عادي، اطلع لايف ثاني ثالث استاهلهم. ينحفظ، المهم راح بعدين راح اطلع، اذا ينحفظ خلاص بخليه. تمام زين. سبب التهاب جدار المعده، والله العظيم سولفت، والله تكلمت عن الامعاء. انزين في شيء سؤال ثاني يمكن ما جاوبته؟ سبب سبب عدم القدره على الهضم. لحظه ما قريت يا جماعه، كتبوا لي اشياء صغيره. كتبوا لي اشياء صغيره عشان اقراها بسرعه. شنو؟ السلام عليكم. جوله يا اخوي، الله يحميك ويجبر بخاطرك يا رب. انت شلون تطلعين؟ جوله بالله عليك يا اخوي. مينة مينة. الدقائق الله يحميك يا رب. جهاز هضمي وبطنه واحد خربان، اي جوله؟ يلا مينة روحي روحي نومي. أمانتك الله يا أخوي بالله عليك، بس جولة واحدة. الله يسعدك فينا ولك على بالك يا رب. أمينة إحنا واحد بطن خربان، أنت أمانتك جولة. الله الله يخلي لك الوالد والوالدة. قاعدة كيف شلون يتسكر؟ شلون أطردك أمينة؟ أمينة دخلني الجولة ورزقي ورزقك على الله، الله كريم يا أخوي. قولي شلون أطلعك من هذا اللايف؟ ما اشتقيت بالله أمينة. عليك يا اخوي امانتك الله تجبر بخاطرك. امينه بطنك يعورك؟ عندك مشاكل بالامعاء؟ في بطنك في شيء امينه؟ جول بالله عليك يا اخوي. الله يحييك يا رب. عن الجوله، شوف يا جماعه، الامعاء نفس ما قلنا تحتاج المغنيسيوم والبوتاسيوم والصفرة. الصفرة شلون ناخذها؟ ناخذ املاح المراره. شلون ناخذها؟ موجوده مثلا
غير بامازون ايه مين اخليك زين ناخذ البوتاسيوم والمغنيسيوم. اذا ما تاكل خضروات خلاص يعني من وين يجيبهم؟ من وين؟ يعني انت ما تاكل بوتاسيوم ومغنيسيوم من وين يجيبهم؟ وين امينه؟ راحت امينه. لحظه والكومنتات اختفت كلها. الو يا جماعة شلون اطلع هذا؟ جماعة ترى كومنتاتكم ما اشوفها اذا قاعد تتابعوني. ايه اوكي. لا بس امل دزت لي وردة، شكرا امولة.